موهبة محمد صياحي من الإبداعات والطاقات الفريدة، والتي تتواجد بنسبة نادرة لا تتجاوز 2% على مستوى العالم وفقا للدراسات التي أجرتها الجهات المختصة. موهبة تستحق الوقوف عندها. محمد المعروف بأبي الحروف والبالغ من العمر 31 عاما تغلب على الكمبيوتر بثلاث نقاط مقابل صفر. يستطيع أن يتوصل إلى عدد حروف أي جملة بمجرد سماعها وبفترة زمنية لا تزيد عن ثانية واحدة، حتى ولو زاد عدد حروف الجملة عن 300 حرف وباللغتين العربية والإنجليزية. عبرت الممارسة، ما عندي سرعة. قد ما أمارس تزيد عندي سرعة. يعني مثلا أبعد عنها فترة زمنية بتقل شيء بسيط. تشكيل لجنة لدراسة التخصصات التي لم يعلن عن اعتمادها. 43 حرف. نعم. مناقشة أسس القبول في الجامعات الشهر القادم. 36. ما أخذ الثاني. نعم. أنا هذا اللي كان يساعدني إنه أنا سبقت الكمبيوتر. أنا قاموا بإجراء مسابقة بيني وبين الحاسوب في جامعة يرموك في سنة 88. طبعا انا كنت اسرع من الكمبيوتر بثلاث مرات. النتيجه كانت 3-0 للكمبيوتر، عفوا للحاسوب من حيث السرعه. محمد الذي ما زال يبحث عن تفسير لهذه الظاهره والتي اكتشفها صدفه وهو في 13 من عمره، عندما حاول مدرس التاريخ ان يختبر ذكاء طلبته بطرح جمله عليهم ومعرفة عدد حروفها بزمن لا يتجاوز الدقيقة. هذه الموهبة بدأت عندي منذ حوالي 17 عاما، عندما كنت في المرحلة الإعدادية في الصف الثاني الإعدادي. دخل أستاذ مادة التاريخ على الصف وكتب جملة على اللوح: فتحت مدينة القسطنطينية عام 1453 للميلاد، وطلب من الطلاب أن يجدوا عدد أحرف هذه الجملة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 ثانية. طبعا أنا عندما قرأت الجملة قلت له إن عدد أحرفها 350 حرفا. طبعا ذهل الأستاذ، قال لي كيف عرفت؟ فقلت له أنا أستطيع حسابة أي جملة، ليس فقط هذه الجملة، أي جملة. طبعا أنا في ذلك الوقت كنت أظن أن طلاب الصف جميعهم يمتلكون نفس هذه الموهبة، ولكن ادهشت عندما وجدت نفسي المبرز الوحيد بينهم. فأخذ الأستاذ بإعطائي عدة جمل وكنت أجيب عليها الصورة الصحيحة. ولكن يبقى سر هذه الظاهرة مبهما للكثيرين ممن حاولوا الوقوف عندها، لكنهم في نهاية الأمر لم يجدوا تفسيرا لها، على الرغم من الدراسات والاختبارات التي خضع لها محمد في عدة جهات مختصة وتحديدا الجمعية العلمية الملكية، التي خرجت بتقرير يؤكد أن هذه الموهبة حالة ذهنية غريبة ملفتة للنظر ولها خصوصية معينة في بنية الدماغ. السيد محمد الصياحين أخبرنا بأنه يمكن من عد مجرد الانتهاء من قراءة الجمل بطريقة سريعة جدا، وفعلا أنا جربت في جملة جملتين أقرأهم مجرد الانتهاء منه كان يعطين عدد الأحرف. طبعا الكلام هذا لا يكفي، حولت إلى لجنة فنية. اللجنة الفنية قامت بإعطاه عدة جمل تتكون من سطرين ثلاث أو أكثر، كان في كل مرة باللغة العربية، وفور الانتهاء من تلاوة الجملة كان يعطيك عدد الأحرف التي بها. طبعا باللغة الإنجليزية كان الأداء أقل، لأنه مقدرته على استيعاب الكلمات باللغة الإنجليزية أقل منها باللغة العربية. فبالنسبة لنا يعني أعتبر هذا العمل غير عادي، وهناك موهبة فعلا تختلف عن الناس العاديين. حاولنا مع أشخاص عاديين ما كانش يقدر نفس الأسلوب اللي يستطيع هذا الشخص، وبناء عليه أعطينا ورقة تثبت أنه أو تفيد بأن هذا الشخص يتمتع بموهبة عد الأحرف في الأسطر التي يسمعها مجرد انتهاء من سماعها. ويؤكد محمد أن هذه القدرة التي ينميها بالممارسة والإشباع الذهني معرفة عدد حروف أي جملة مهما كانت طويلة بلمح البصر قد ساعدت
ساعدته للتوصل لنظرية جديدة وهي الاختزال، والتي حصل بموجبها على شهادة مصدقة معترف بها تؤكد صحة هذه النظرية. تقول النظرية انه اي رقم اذا حول كتابة الى حروف واجرينا فيه اختزالات فانه يرجع الى الاصل، اما 4 أو 5. اللغة الانجليزية يثبت عند كلمة 4، مثل كلمة مثلا 1999 مكتوبة كتابة 1999 فيها كم حرف؟ فيها 21 حرفا. كلمة 21 فيها 10 حرف، كلمة 10 فيها 4، كلمة 4 فيها 5 حرف، كلمة 5 فيها 4، كلمة 4 فيها 5 حرف. طبعا هون وصلنا إلى مربط الطرف اللي هو الأربعة والخمسة، خلص ما بقى لهم اختزال، تثبت عند الأربعة والخمسة. في اللغة الإنجليزية 24، 24 فيها 10، 10 فيها 5، 5 فيها 4، 4 فيها 24. جميع الأرقام الموجودة حولها للغة العربية اعمل فيها هذه الاختزالات تثبت عند الأربعة والخمسة في اللغة العربية، في الإنجليزي تثبت عند كلمة 4. معظم الدراسات التي أجريت أكدت أن محمد لديه موهبة حقيقية وقدرة عجيبة بعد الحروف بفترة قياسية، لكنه يأمل بتحقيق حلمه الأكبر وهو الدخول في كتاب جينيس للأرقام القياسية. كثير 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 يعني كبير، يعني الواحد يعد شيء بسرعة. أنا بشوي لما قعدت معه وسألته أسئلة ما شاء الله جاوبني زي الكمبيوتر، فأثبت إنه عنده موهبة فذة، واحنا كثير بننبسط انه عندنا ببلادنا هيك مواهب ما شاء الله، وما شاء الله يعني راقي جدا، فبنتامل يا الله انه يحسن موهبته وان شاء الله تصير احسن من هيك. سالته اسئله كثير ويعني كنت كل كلمه اعطيها كان يجاوب بسرعه وما شاء الله، يعني فعلا اسرع من الكمبيوتر كان يعطي الجواب. ما بقدرش احكي غير اللهم صل على سيدنا محمد. الصياحين يعطيك عدد حروف الجمله حال نطق الكلمه الاخيره. 45 فعلا اسرع من الحاسوب. شجرة نتش جدا ديش لما نتش. ربا التميمي، قناة ابو ظبي، عمان. موهبة محمد صباحين تعتبر من الطاقات والابداعات نادرة الوجود في هذا العصر، لكن هذه الموهبة الفريدة من نوعها ما زالت تنتظر من يتبناها ويحتضنها لتحقق انجازات اكبر واعظم. ربا التميمي.